فيريد حقيقة كذلك وبديك فريق الفتح الرباطي هناك لاعب يوجد على حديث الملعب وهو لاعب نشيط الوات شارك مع فريق الفتح الرباطي لسنوات ترك فيها بصمة عائشة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. كذلك الحارس محمد الجنيوي ابن مدرسة حسنية العائش وشباب العائش على جميع الفئات كان يمارس بفئة الصغار 1984 وكانت الإصابة التي سجلها ليتأهل المنتخب إلى كأس العالم أمريكا هي آخر مباراة له كما يوجد اللاعب المتألق حسين الوادي الملقب حسين والذي التحق بفريق بالمنتخب الوطني سنة 1982 واعتزل مشواره الرياضي سنة 1990 كذلك اللاعب عبد الله هيدر التحق بالمنتخب الوطني سنة 1985 وكان آخر مشواره سنة 1990 كما يوجد على أرضية الملعب اللاعب